طريقة تمن المندي. يلا تعال نسوي المواد مال تمن المندي: بصل، فلفل بارد، فلفل حار، ونانا عندي شوية شحم أو لية. وتستعملون البهارات: دارسين، ليمون بصرة، والهيل، وحبة الحلوة، وفلفل هندي، وقرنفل، والنجمة الصينية. تمام؟ مثلا نضيف، نبدي نحمس. بعد ما حمسناه نضيف الطماطة. بعد ما حمسناه نضيف بهارات المندي. بعد ما نبدي نحمس البهارات، لازم البهارات ينحمس على مود تطلع العطر والريحة مالتها تجنن. بعد ما حمسناه نضيف المي. بعد ما ضفنا المي نضيف الملح. نضيف سبق لوزينة أصفر. بعد ما ضفنا سبق اللوزينة هسه يجي دور التمن، نضيف التمن. طبعا انا التمن بدون غسيل اضيفه، احلى. هسه ابدي بيه اتحرك بيه، ابدي المقادير ماي، لازم شويه ماي يصير اكثر من التمن شويه. شوف هسه يقولون ايش قد شويه، هاي على شوف هاي شويه. هنا انا عندي تنور، لازم الفحم يصير جمر، ويلا انزل الجدر. تمام؟ بعد ما صار الجمر الفحم ضفنا الجدر. بعد ما ضفنا الجدر مع التمن هسه ضفنا الدجاج المندي. يا الله، بعد ما استوى الدجاج هسه نطلعه. بعد ما استوى الدجاج نطلع التمن. بعد ما طلعناه هسه هاي البهارات الخشنه لازم نطلعهن. بعد ما شلنا البهارات الخشنه والمخضر هسه نقالب التمن بهذا الشكل. وهذا اهم شكله النهائي. لا تنسونا بلايك ومتابعة.